Dear students, you are welcome in the Education Department at SHAHD Association. Our lesson today is solids, liquids, and gases. Make sure to subscribe to our channel for more lessons and don't forget to activate the bell to stay notified. Our objectives of this lesson are: first, define matter. Second, distinguish between solids, liquids, and gases. Third, list the properties of solids, liquids, and gases. First, what's the meaning of matter? Matter, any substance that has mass and occupies space, is called matter. Matter is made up of small particles. فإذا مس المتر هي أي شيء حوالينا عنده mass and occupies space هذا بنسميه matter. وهو مؤلف من جزيئات كتير صغيرة. أوكي؟ عنا مس water, عنا الروك وعنا الاير. مس هيدول كلهم matter. أوكي؟ طيب بالتمهيد والاستكشاف كنا عم نحكي كيف بنقدر نصنف الخضروات والفواكه نحن حاطينهم مع بعض وسألكم كيف فيكم تصنفوهم. في أشخاص حكوا لي أنا بصنف الخضرة لحال والفواكه لحال. في أشخاص قالوا لي حسب اللون حسب الحجم كله صح. واليوم مس حنعرفكم كيف نقدر نصنف المتر. المتر فينا نصنفه لا سوليد أو ليكويد أو غاز. أوكي؟ هنحكي اليوم عن خصائص كل واحد من يعني السوليد شو خصائصه الليكويد شو خصائصه والغاز شو خصائصهم. اوكي matter can be grouped into three states solid liquid or gas. A bottle, a cup, a chair. Can you hold these bodies? Yes. هل انا بقدر امسك هيدول البوديز؟ Yes. Does their shapes change when displaced? هل شكلن بيتغير إذا أنا حركتن من مكان حطيتن بأي مكان تاني؟ مثلا جبت هيدي الكاسة حطيتها ببوكس مدور أو مربع، هل بيتغير شكلها لهيدي الكاسة؟ أكيد لا، بضل شكلها ثابت. أوكي؟ Are the chair, the bottle and the cup solids? Yes. فإذا بستنتج خصائص للسوليد أو للسوليدز إنن هن can be held by fingers and indefinite shape. أوكي؟ I will start by solids. First, as we see in the picture, the atoms of a solid are tightly bonded together. Second, the distance between one particle and another is too small. Third, atoms have little room to move. This means they can vibrate in their places. فإذا مس بالسوليدز مثل ما شايفين بالصورة الأتوم ملزقين كتير ببعض، ما في عندن مسا إنه مثل ما شايفين ما في ديستانس، ما في مسافة بيناتهم. أوكي؟ كلن ملزقين حد بعضهم، فإذا بدو يتحركوا بيتحركوا بمكان بفايبريت بمكانهم. أوكي مس؟ What are the properties of solids? Solids have a definite shape. فإذا مس مثل ما شايفين عنا بالصورة عنا chair، عنا cup، عنا box. اوكي مس هيدول عندن شكل محدد، يعني مس وين ما حطيناهم حيضل شكلهم مثل ما هو ما بيتغير. اوكي مس solids have a definite volume، كمان مس حجمهم ما بيتغير ثابت. اوكي third solids are incompressible since the particles are tightly stacked. فاذا مس مثل ما حكينا قبل شوي على solids انهم هن بيكونوا البارتكلز تاعولن ملزقين ببعض. اوكي يعني ما في ديستانس بيناتهم، ما في مسافه بيناتهم. اوكي لهيك هو لهيك السوليدز ما بينضغطوا، غير قابل للضغط. اوكي كل الاجسام الصلبه غير قابله للضغط. اوكي ماس انكمبرسبل. Water is poured in a cup. Can the water flow? فإذا مس flow معناته moves. أوكي عم بيتحرك، شايفين المي كيف عم تنزل بالكاسة؟ فإذا المي شو عم بيصير فيها؟ عم تعمل flow. أوكي does its shape change when transferred from one vessel to another؟ هل الشكل بيتغير لما نحن عم ننقلها من وعاء للتاني؟ أكيد yes. أوكي شايفين المي بالقنينة أخذ شكل القنينة، المي بقلب الكاسة أخذ شكل الكاسة، فإذا المي بيتغير شكله حسب الوعاء اللي بتنحط فيه. Can the water be held by fingers؟ هل المي بقدر أنا أمسكها بأصابعي؟ أكيد لا. فإذا من هون بستنتج إنه الواتر فلو، بستنتج إنه الواتر indefinite shape ما عنده شكل محدد، و cannot be held by fingers. أوكي؟
liquids. Okay, miss. من خلال هيدي الصورة شو بنقدر نعرف عن الparticles؟ هل هن بعدين قراب على بعض مثل solids ولا لا؟ أوكي، إذا عم نتفرج على الparticles كيف عم نشوفهم؟ عم نشوف إن هن بعدين قراب على بعض، أكيد مش مثل السوليدز مرصوصين ملزقين حد بعض كتير، بس بعدين كتير قراب على بعض، أوكي مس؟ بس لسه أخف من السوليدز، أوكي؟ فإذا البارتيكلز بعدين قراب كتير very close to each other، بس مش مثل السوليدز، أوكي؟ The particles are still close together, but unlike solids, they are randomly arranged. The particles are free to move. يعني مس لأنه في شوية فراغ بيناتهم فالparticles بتتحرك. Okay, مس. We will talk about the properties of liquids. Okay, مس. نحن عنا هون different containers. Okay, مس. شو ال properties اللي بنقدر نستنتجها من هون؟ Okay. نحن عنا هون liquids وعنا different containers. فبنقدر نستنتج إنه liquids have indefinite shape. Okay. فإذا ما عندن شكل محدد and take the shape of the container. يعني هن بياخدوا شكل الوعاء اللي بنحط فيه. Okay. Second, liquids have definite volume. يعني هيدي الخمسة مليليتر لو حطيتها وعاء مدور أو مربع أو أي شكل وعاء حيكون نفس الحجم. Okay. فإذا liquids have indefinite shape and liquids have definite volume. Okay. اوكي مس، من هيدي الصورة شو بنقدر نستنتج property؟ فإذا بنقدر نستنتج إنه liquids can flow. Liquids can flow. Fourth, liquids cannot be held by fingers. فإذا liquids ما بنقدر نمسكن بأصابعنا، ما بنقدر نمسكن، اوكي مس؟ Fifth, liquids are incompressible since the particles are tightly stacked. فإذا مس liquids ما بنقدر نضغطهم لأنه particles، ما نحن بنعرف إنه liquids هي عبارة عن particles بيكون كتير قراب من بعض، فعيد هيك نحن ما بنقدر نعمل compress نضغطهم. أوكي، مثل ما شايفين بالصورة. Free surface of liquid. The free surface of a liquid at rest is plane and horizontal مثل ما شايفين مس بالصورة. اوكي، if the container is tilled يعني ميلنا the surface of water remains plane and horizontal. Free surface of liquid in communicating vessels are at the same horizontal level. فإذا مس مثل ما شايفين هون عندنا communicating vessels يعني كلهم موصولين ببعضهم، فلما بنعبي فيهن المي رح تيجي على نفس الليفل، حيكونوا على سيم هوريزونتال ليفل. اوكي، now we will talk about gases. Look at these pictures. What do you observe? فإذا الناس بهدول الصور التنتين، اوكي، شو عم نشوف؟ كيف شكل البارتيكلز؟ قراب على بعض او بعاد؟ كيف مرتبين؟ اوكي مس، نحن عم نشوفن بعاد على بعض وعم يتحركوا بحريتهم لأن هن في فراغات بيناتهم قادرين إنن يتحركوا البارتيكلز. أوكي مس، فإذا the particles are far away arranged، مرتبين إنه يكونوا بعاد عن بعض، في مسافة بيناتهم، في distance. The particles are free to move، مثل ما شايفين بالصورة البارتيكلز عم تتحرك بحريتها. أوكي، في مسافة، في distance لتقدر تتحرك، ومن خلال هيدا الشيء بنعرف إنه الغازز are compressible and expandable. فإذا نحن بنقدر نمددها وبنقدر نضغطها. أوكي مس؟ The properties of gases are: first, gases have indefinite shape. فإذا الغازات ما إلى شكل محدد. أوكي؟ second, gases can expand to fill their container. أوكي؟ يعني مثلا مس هلا أنا بالغرفة الغاز عم يتمدد موجود بكل أنحاء الغرفة. أوكي؟ third, gases are compressible since the particles are far away from each other. فإذا مس مثل ما شايفين بالصورة لأنه الغاز قلنا البارتيكلز بيكونوا بعاد عن بعض، في ديستانس بيناتهم، فالغازز هني compressible. أوكي، بنقدر نضغطهم. أوكي،
Concept review. Solids have definite shapes and can be held. Liquids flow and take the shape of the container. They cannot be held. Liquid at rest have a horizontal and plan free surface. Gas have no definite shape and no definite volume. They occupy all the available space. Thanks for watching. If you like this lesson, make sure to subscribe to our channel for more, and don't forget to click the bell to get all the updates.